راح تنتج لنا الآن قمح وشوفان. يا ولد والله خطيرة ذي، خطيرة الماكينة هذه. هذه الماكينة اللي تشوفونها قدامكم، الماكينة هذه خاصة بإنتاج الأعلاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، حياكم الله مع فيديو جديد من لعبة حياة المزارع. ومثل ما احنا شايفين احنا موجودين في الحقل، ما بغيت اني احصد هذه الكميات، وعندنا ما زال في حقل خارج المزرعة كذلك يحتاج الى حصاد، ونجمع الكميات مثل ما انتم شايفينها، وراح نحاول نفصل الحبوب عن السنبلات ولكن بطريقة جديدة. خلوكم معانا وتابعوا هذا الفيديو للاخير، ولايك واشتراك وتعليقاتكم المتميزة دائما. في الاول طبعا عندي بعض الشتلات يقول لي ready for harvest، مثل هذه المنطقة كلها باقي 8 hours. الإشكالية اللي أنا مواجهها الآن إن بعض الشتلات موجودة باقي لها 8 ساعات، فالأفضل إني أنتظر. في عندنا المزروعات هذه البسيطة، الجزر باقي له ساعة، الكباج ready for harvest. خليني أشيل الكباج، مثل ما أنتم عارفين المرحلة اللي فاتت أخذنا كثير. طبعا إذا ما شلته يكون يجي إلى مرحلة الروتن، روتن يعني يعفن في الأرض. والله هذه مشكلة، أول مرة أدري طبعا أن إذا ما شلت الزرع راح يعفن، والله كارثة هذه. وهذا باقي له ساعة، أوكي كويس يعني البصل ما خسرناه، كذلك كباج باقي له 3 ساعات، هذا إيش باقي له؟ باقي له 4 ساعات، يعني لابد أنك ترابط في المزرعة وتحت. المزروعات لونها اسود، ماني عارف ليه، ايش المشكله يعني، ايش المشكله في المزروعات تطلع باللون الاسود في المنطقه هذه؟ كانت في المنطقه اللي هناك جدا حلوه، هنا مزروعاتنا اصبحت سوداء. والله راح انتظر شوي، في يمكن في تحديث جديد انا ما ادري عنه. ريدي فور هارفست، شوفوا هذا الجزر بعض ريدي فور هارفست، طبعا جاهز للقطف، يعني راح نتأخر شوي عن القمح وتأخر عن الشوفان، ما راح نحصدهم الآن. لابد ننتبه للمزرعة، المزرعة يا أخي والله شوية مثل ما أنتم شايفين الحقول هذه لها سياسة خاصة فيها طبعا، واللعبة فيها تحديثات قاعدة تحدث تغييرات غير يعني في أشياء غير متوقعة، مع أني أنا قريت التحديثات الجديدة اللي جات كانت يعني أشياء مقبولة وتعديلات بسيطة. ليش السواد موجود في بعض المنتجات أو بعض المزروعات اللي ما حصدناها ولسه ما جا وقت حصادها أساسا؟ ليش تصير سودة؟ ممكن تغيير جديد، وإذا نضجت تصير لون يعني النضج ولا ايش؟ طبعا ساعات الحصاد هذه حاسمة في اللعبة دي. والله مثل ما انتم شايفين الشمس جدا قاهرة، ويعني الشمس قوية جدا، وراح يكون عندنا حصاد كبير، راح يكون عندنا اعمال زراعية جدا كبيرة، فلابد انه يكون في اهتمام من عندي. ومثل ما انتم عارفين اللعبة هذه لحالها معلمنا كازيمير هو لحاله يشتغل، ما معاه احد يشتغل. طبعا هذا شيء طبيعي انك يا كازيمير تشتغل وتكد وتتعب، ما في مشكله. صندوق هذا لو يقدر يشكي شكا. هذا الكباج السنه هذه للاسف الكباج ما اعطانا بذور الا واحد. الجزر 200، ايش هذا؟ هذا جزر اوكي 200، وعطاني السيد 3 فقط للأسف. خلوني أودي الروزبيري في مخزن الطعام، وبعدها الكهرباء طفي يا حبيبي، طفي الكهرباء. احنا في أيام الشمس شوي عندي الدنيا عويصة، يعني أنا خايف من أشياء كذا تداهمنا ونتورط. يعني شفت أنا بعض المزروعات الآن باقي لها ساعة وتكون جاهزة للقطف، ولكن لونها اسود، شيء مخيف زي البصل. ريدي فور هارفست، اتمنى اللون الاسود هذا يعني ما يعني شيء
سيء لنا. طيب هذا إيش وضعه؟ باقي واحد ساعة. البازيلا باقي واحد ساعة، ساعة وتكون جاهزة. يعني راقب الوضع عن كثب، وراقب الوضع بكل ما أوتيت. هذا إيش؟ بطاطس باقي ساعة، أنا كنت زارع بطاطس والله إني نسيت. هذا بعده ما جهز، اللي هو الكباج. هذه هل هي ready for harvest؟ باقي لها ساعتين. يعني اليوم أنا مرابط في المنطقة دي، معقولة؟ يبدو أن الشجرة هذه تحتاج إلى وقت. شوف عطاني ready for harvest، غريب أمرها. بلوبيري، هذولا راح أشوف لهم أزرعهم في مكان غير المكان هذا. يقول لي الشجرة هذه تحتاج، أتوقع أنها هذه الشجرة دائمة وراح تستمر يعني في الإنتاج السنوي. يهمني اللعبة هذه أني أقدمها لكم بطريقة تكون حلوة وتعجبكم إن شاء الله. ready for harvest، خلاص الآن باقي له ساعة. خلاص الكباج ready for harvest. خلنا نشوف كم عندي من أغراض. البصل أعطاني 55، كويس. الوزن عندي 45، ما أبغى الوزن يصير زايد عندي، راح أقطف اللي هو الملفوف الآن، وبعدها أروح إلى المخزن. هذا باقي ساعة، 59. أفضل لي أروح بسرعة وأرجع الآن اللي معاي، وأرجع مرة ثانية أكمل علشان أكون بالسرعة. ما عندي وزن يخليني بطيء، البطء ما هو بكويس. والله شوفوا، هي لو جاك عندك محاصيل زراعية كثير أكيد المبيعات بتكون عندك كثير. ready for harvest، الذرة جاهزة. طيب خلنا نشيل الكباج، طبعا أنا خايف إنه يخرب. نشوف الآن كم راح يعطينا ملفوف محصول السنة هذه. وهذا إيش؟ ready for harvest، البطاطس. وخلنا نشوف كم الوزن، 74 الوزن عندي. هل هذه صارت ready for harvest؟ عجل 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 عجل، ما عندي صندوق في المنطقة هذه أجمع أغراضي، ولازم رايح جاي رايح جاي. والله الظاهر أني لازم أشتري لي دراجة تساعدني أحيانا في الوزن. موضوع الوزن قاعد يقلقني أحيانا، ما أقدر أطوره في اللعبة هذه. أيوة هذه البازيلا، كويس. البازيلا الموسم الماضي حصدنا منها كثير وأسعدتني كثير بحصادها. أتمنى إن شاء الله السنة يكون يعني حصادها أكثر من الموسم الماضي، لكن شكلها مسود، ماني عارف ليه مسود. هذا بصل باقي من البصل، كويس الحمد لله. يعني حضرنا معاكم القطف والحصاد في آن واحد، كلها في وقت واحد، وأنتم معانا، وهذا الشيء اللي يسعدني دائما أنكم تشاركوني اللحظات الجميلة. طبعا الفلاح متى ينبسط؟ متى يستانس؟ يستانس وقت الحصاد، يتعب طول السنة ويوم الحصاد تلقاه من أسعد الناس. وحتى لو العمل تواصل من الصباح إلى المساء، شوفوا 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 البازيلا كيف صاير شكلها. يمكن ما تشوفونها، ما تبين كويس، ولكن أتوقع السنة هذه البازيلا أكثر من كل سنة. 147 بازيلا أعطانا، كويس. العام ما كان العدد هذا. البطاطس الآن هذه لأول مرة نزرعها. ذرة نقول نحصد نقطف، ما أدري والله كيف، إذا كانت لأن الذرة تقطفها قطف، يعني طريقة تحميلها من السنبلات قطف بالقطف تجي، يعني يقطعونها المزارعين حبة حبة حسب ما شفته في الواقع. وهنا ما ندري، هنا الأغصان بالشجرة بكل حاجة تشيله دفعة واحدة. خلوني أرجع، الوزن زاد عندي شوي، أرجع للمخزن وأرجع أكمل هذا. أتوقع باقي لي بس هذا الآن، أخلص على طول أدخل في موضوع حصاد حقل الشوفان وحقل القمح إن شاء الله بإذن الله. خلونا نشوف، 147 بازيلا، يا سلام. طبعا يعطيك بذور ويعطيك يعني محصول. طبعا الحيوانات خلاص، بقرة ما في، باقي الدواجن. الله 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 الله، في بيض أعطونا أربعة، كويس. يعني معناتها كنت أنا معطيهم طعام،
طبعا الحلقة الجاية انتظرونا ان شاء الله في المشروع القادم الضخم الكبير، مشروع الدواجن. الحلقة هذه ما راح ألحق، شوف كم الساعة. جانا الليل واحنا ما حصدنا. طبعا ما ادري والله وين الطعام. الخنزير الصغير وينه؟ اوه ابشركم، الخنزير الصغير كبر خلاص خلاص، الخنزير الصغير كبر. ولكن انا شايف انك كيف نبيع الحيوانات هذه، راح ادور هذه الانثى، الانثى راح تحمل اكيدا، راح اشوف كيف طريقة بيع الحيوانات بكاملها. يعني صراحة لما انذبحت البقرة وراحت ضحية، يعني ضحية غلطة، يعني غلطة غير متعمدة، ايش اللي صار؟ صار اني اخذتها لحوم، اللحوم صراحة ما 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 عجبتني مرة. شوف البيض عندنا 118، فان شاء الله البيض هو احد مصادر هذه اللعبة، احد المصادر المالية في هذه اللعبة. راح ايش؟ راح احصد في الساعة هذه، الساعة هذه ساعة ليل، والله كارثة. بس معلش انتوا لكم الجاهز، ما ابغى اتعبكم في الحصاد واغلبكم معاي، ريدي فور هارفست. خلاص انا بالنسبة لي راح احصد الان واكمل الحصاد، مثل ما انتوا شفتوا هنا في اكوام عندنا كثيرة كانت لحقل الشوفان، والان اكمل مشواري في حصاد ان شاء الله في وقود في حصاد هذا الحقل. اوكي ممتاز، هذه 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 هذه، اوكي ممتاز. خلاص بدينا الان الحصاد بالحاصدة هذه، والله الوضع عندي سهل. طبعا ما تسوي لك مشروع كبير وانت ما عندك معدات. شوف السنبلات كيف صايرة حمراء، ذهبية ذهبية، ذهب ذهب، هذا ذهب الارض مثل ما يقولون. يوم الحصاد يشد علينا صراحة الامطار. شوفوا الاكوام الكبيرة هذه، هذه معقولة بشتغلها باليد؟ في حاجة مهمة ودي أقول لكم إياها عن اللعبة هذه، يعني بإمكانك تشتغل وتفصل الحبوب عن المنتوج، عن السنبلات، وبإمكانك تبيع السنبلات بالكامل، يعني تبيعها بعد الحصاد، تحملها وتبيع، تروح توديها للتاجر، راح يشتريها منك كأكوام فيها حبوب، طبعا لها سعر خاص غير سعر لما أنت تفصل الحبوب. لكن انا ودي افصل الحبوب واشتغل واحتاج للحبوب. ليش؟ لاني في الايام القادمة راح يكون عندي شغل حقول اكبر، فانا محتاج للبذور مثل ما احنا نشوف الان. خلاص اوشكنا على النهاية وخاوينا طبعا اكيد اليوم تعبان، ولكن بنفس الوقت مبسوط. مشوارنا اليوم راح ممكن يطول، راح اجهز شغلي وبعدها راح نرجع معاكم نشوف ايش راح نسوي في الحصاد الكبير هذا. اوكي متابعينا الكرام، راح نوريكم حاجة انا شريتها. طبعا رحت الى مركز الزراعة كله، المركز الكبير في الماب، المركز الزراعي، في واحد يبيع معدات، واحد يبيع حيوانات، وواحد يعني عنده اشغال واعمال، واحدة عندها البذور، ولكن استعرضنا عنها وخليناها تولي. اوكي خلنا نوقف هنا. عندي مكنة هذه انا شريتها، خلونا نشوف اول شيء. وعندي مكنة هذه، ايوه هذه المكنة راح تفصل لنا ان شاء الله باذن الله، راح تفصل لنا الحبوب عن السنبلات، بدل شغل الغلبة من اول اللي انتم تخبرونه. اوكي خلاص شبكناها وكويس. الآن راح أطلع إلى المزرعة علشان الكمية الكبيرة اللي عندنا من الحصاد، بدل ما نتغلف فيه عندنا الماكينة هذه راح تريحنا وتفكنا من الشغل الزايد. في طريقنا راح نمر على الفخ، تذكرون الفخ؟ اللي متابعنا دائما راح يذكر الفخ وينه فيه، والفخ حطيناه عند عش اللغلغ، عش طائر اللغلغ اللي على العمود، مش الاولاني، مش هذا اللي هنا. ودي اشوف ان اصطدنا شيء، يبقى زيادة لحوم ومشروعي ان شاء الله القادم اكيد. هنا منطقة صيد وراح اشتري فخوخ زيادة يعني، واجيبهم المنطقة ذي
واحطهم، واكيد كل بين فتره وفتره راح اجي راح احصل فيهم صيد بدون بندق، بلا بندق، بلا يعني بندق عند المصنع. شوف عند المصنع حتى المكان سهل، وهذا اللي فوق فوق العمود هو عش طائر اللقلق مثل ما احنا نشوف قدامه بالضبط. والله اني والله والله التعيين الصح. والله التعيين الصح. خلينا نشوف المره اللي فاتت حصلنا خنزير، المره ذي ايوه صايد صايد صايد، هذا خنزير. اوكي كويس كويس، بيك اب يقول لي اخذه. طبعا هذا الفخ حقنا لازم نضغط عليه اكتف. خلاص مره ثانيه الان شغال. هذه مره الثانيه، وش الوزن اللي عندي؟ وش قصتي انا ويا الوزن؟ ليه؟ اوه عندي ماكينه، شايل ماكينه معاي. معلش معلش ما في مشكله، راح اتعب شوي لين اوصل منطقتي هناك. وننزل الانجن هذا ونشوف له حل، نربطه كيف راح يتم الربط مع الماكينه هذه. راح اوقفها هنا هذه الماكينه وبشوف، لاني انا اساسا محتاج الماكينه اعمل لها ديسكونكت فصل. اوكي خلاص انفصلت الان. طيب عندي الماكينة الثانية اللي هي هذه، كيف الشبكة الان؟ والله ما ادري كيف ربطها بالماكينة هذه. اربط هنا 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 الربط. كونكت تو انجن، خلاص شبكناها الان، شبكناها مع الموتور. طيب خلونا ناخذ كمية قليلة ونحطها هنا، لازم تفتحها وتحط هذا الكتويت. اوكي اشتغلت، راح اشوف الانتاج وين فيه، وين يطلع. اوه من هنا، كيف طيب راح اطلع الحبوب؟ ما ادري. ايوه هذا القمح، طلع 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 القمح. drag here to thrash ready to يا جماعة يا جماعة، يعطيك التبن ويعطيك الحبوب. اتمنى يعني يسعدكم هذا الشيء. مبروك علينا الشغل الجديد، الاول في العصا، كسرت ايدي وطاحت رجولي وحالتي حالة، الان ما عاد اتعب يا ولد على هالماكينة. قسم بالله انها ماكينة حلوة وريحتنا ان شاء الله. انت عطى وهي تشتغل، ما راح تقول لك لا. صراحة شيء جديد وشيء جميل. شوف الحبوب اللي عطتني افضل من هذيك، كثير افضل. ايوه ماكينة جدا حلوة وجدا جميلة. احنا ما علينا غير نجمع السمبلات وهي تشتغل. طبعا الانجن ما يوقف، شوفوا الموتور هذا ما يوقف. شوفوا هذا نوع وهذا نوع. راح تنتجلنا الان قمح وشوفان. يا ولد والله خطيره ذي، خطيره الماكينه هذه صراحه. شوفوا كل الكميه بمسرع يعني بوقت وجيز خلصناها، يا سلام. شيء اليوم انا فرحان فيه، والله فرحان. انا الاول تكسرت ايدي وانا طقق اضرب في السنبلات وخويه يدوخ. حتى لو حطيته منتجات مختلفة لا تخاف، لا تشيل هم، الماكينة راح تفصلهم كل واحدة على حدة. دخلنا عالم التطور يا جماعة في اللعبة هذه، واصبحنا يعني فلاحين متطورين. اتمنى ان شاء الله اللي قدمنا لكم اليوم راح يعجبكم، اتمنى. نبي دعمكم شباب، الدعم لايك واشتراك. لا وبعد كذلك اليوم عندي طلب زيادة من عندكم، وهو شاركوا هذا الفيديو مع من تحبون من اصدقائكم. نعم المشاركة ضرورية، دعمكم سخي دائما بالتعليقات المتميزة ولايك والاشتراك، وكذلك ودنا بانكم تشاركون لان قاعد نقدم لكم شيء جميل. اوكي راح اوقف شوي علشان اجمع اللي موجودات هناك. هنا عندي انا مثل ما نقول سترو، ان شاء الله في ماكينة، اتوقع في ماكينة كذلك تعطينا تسوي بلوكات للتبن، راح اجيبها ان شاء الله
قريبا يعني قريبا راح أبحث عنها. أيوة 480 وما زلنا أوكي. خلاص شغل 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 شغل، شوف التشغيل هنا. خلاص والله ذكرني بصوت المزارع الحالية اللي موجودة عندنا. والله صوت، طبعا صوت ايش؟ صوت الماكينة اللي تطلع ماء. راح اخذ نومه، خوينا تعبان مثل ما انتم شايفين، ما عاد يفكر بشيء بصراحة، يفكر طعام ونوم، طعام نوم وشرب فقط وعمل. اوكي صح الصبح خوينا طبعا بدري، ومثل ما احنا نشوف الوضع اوكي. خلونا نشرب ماء ونشغل اليوم على الفجرية. خليه ياخذ كباية شاي، وياخذ له بيض مسلوق واحدة. طبعا الفجر يا سلام على الفجر، الفجر دائما حلو وجميل. شغل ايش؟ يقول لي ضف وقود. ما عندي وقود للأسف. هل عندي؟ عندي 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 وقود، عندي 5 وقود. يلا بدل ما يضيع وقتي انتظر، خلني اضيف لها وقود وخلها تشتغل تخلص لي الكمية هذه. كم الكمية اللي موجودة؟ عندنا كمية كبيرة. اوكي خلاص اوكي اشتغل. يشتغل راح يكمل الانتاج، وانا بالنسبة لي راح اسوي لي وجبة حتى يطلع الصباح شوي. طبعا كهرباء ما في، من زمان ما رحت للعمدة ولا يعني خاصمنا معاه وقلنا له يا عمدة حرام عليك اللي انت قاعد تسوي فينا. وش اسوي؟ طيب لحمة مقلية خلينا شوي اليوم نبحبح خاوينا وخليه ياكل مأكولات صحية، مأكولات شوي فيها بروتين عالي علشان يخلص شغله بكل أريحية إن شاء الله. يا سلام عليك يا سلام عليك، الماكينة تشتغل ووضعنا أوكي. نشوف الصباح طلع الآن، مثل ما قلنا الحقل الخارجي راح يحتاج له شيء بسيط، وراح نعود إلى الحصاد. ريدي فور هارفست، ريدي فور هارفست. خلنا يلا نبتدي، أبغي أخلص شغلي أول بأول يعني ما أبغى أتأخر. في شغلة بس ودي أوريكم إياها، ما راح أحط الكمية بالكامل. راح هذا قمح، راح أخلي بقية كمية بسيطة، راح أوريكم شغلة إن شاء الله اليوم. بسم الله نقول شغل الماكينة هذه تشتغل، لأن فيها كميات كبيرة. شوف فيها شوفان كثير وقاعدة تنتج لنا كميات كبيرة من حبوب الشوفان ومن حبوب القمح. طبعا الحقول هذه راح تحتاج إلى حراثة بعدين وتجهيز وإعداد بعد ما يخلص موسم الثلج، على طول راح نعمل لها تجهيز وإعداد. أوكي هذا خلصنا من عنده. أوكي راح أوريكم، خلي أجيب الماكينة يمكن أقدر أشيلها أو أسحب هذه الماكينة. حملناها الآن معانا وراح أجيبها وخليها هنا. أوكي خلص هذا، وقف. لسه باقي ما خلص شغله. طيب خلونا أعمل له ديسكونكت. والله ديسكونكت أوكي، وراح أحطها هنا تقريبا. وين؟ في أي اتجاه؟ راح أشبكها. خلاص شبكناها في الماكينة الثانية، والآن هي هذه فيها قمح. راح أحاول هذه الماكينة اللي تشوفونها قدامكم، الماكينة هذه خاصة بإنتاج الأعلاف، راح نشوف كيف تنتج لنا الأعلاف. شغل يا معلم كازمير. أوكي الآن تشتغل تنتج لنا الأعلاف، وراح نشوف. شوفوا تعطينا أعلاف، هذه راح تريحنا، ما راح نروح للتاجر ونشتري أعلاف. وراح أشوف الكمية الآن، موجود قمح هنا وهذا إيش؟ هذا ويت شوفان. خلينا نشوف هل هي كذلك تحول الشوفان إلى أعلاف.
أتوقع كذا عندي 20 الآن. أيوة تنتج، نعم حتى من الشوفان تقدر تنتج لك أعلاف، وراح نجمع كميات كبيرة. طبعا إحنا عندنا حيوانات ودائما نشتري الأعلاف للحيوانات، فإحنا ليش نشتري؟ طبعا عندي هنا الكثير من الحبوب، عندي 1000 قمح، 1063 قمح، وعندي 1036 من حبوب الشوفان. يعني السنة هذه عندي إنتاج كبير، وهذا الآن نحاول ننتج أعلاف. ليش ننتج أعلاف؟ علشان الحيوانات اللي عندنا نقدر نعيشهم صراحة بحبوحة، ونريحهم ونبسطهم. يا سلام، لأول مرة أنا أشوف طبعا الطريقة هذه الجميلة. كنت أخذتها من زمان المكنة هذه، مكنة الأعلاف، وقلت إن شاء الله يجي يوم نستفيد منها، وفعلا جاء اليوم اللي نستفيد منها الآن بإنتاج الأعلاف. إحنا محتاجين نطعم دجاجنا، ليش؟ لأن عندي مشروع قادم، مشروع كبير لإنتاج البيض، فراح الحلقة القادمة أتوقع راح أشتغل فيه، لأن راح يجينا فصل الشتاء، وفصل الشتاء أنا راح أتوقف عن الزراعة وراح أريح، لكن ما راح أريح من الأعمال في المزرعة. راح أنشئ مبنى كبير للدواجن، لأن الدواجن زاد عددهم وكبر. بكذا متابعينا الكرام نكون اليوم احنا يعني تطرقنا الى اشياء حلوة وجميلة معاكم في هذه اللعبة الجميلة اللي ما ينتهي جمالها، اللي تعيشنا في الزمن الماضي من حياة المزارع. اوكي خلاص 109 الى الان. طبعا احنا لما يصير عندنا مشروع كبير للحيوانات والله راح نحتاج اعلاف بالمئات بالمئات، لأن راح يصير طعامهم يوميا كميات كبيرة. أتمنى تعجبكم هذه الحلقة اللي تطرقنا لها اليوم، وأتمنى ما تحرمونا من تعليقاتكم ودعمكم السخي الدائم، تعليقاتكم المميزة والجميلة واللايك والاشتراك، وترككم الآن في رعاية الله ومع السلامة.